اليوم كتجي الحصة الثالثة والأخيرة اللي من الدورات التقوينية لفائدة عمال وموظفي وموظفات جماعة بني ملال، وهي الاستعداد اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية برسم هذه السنة. وكيبقى تعرفوا دازت الدورة الأولى بنجاح والثانية اللي كانت تعاقدت بالغرفة الفلاحية، وكذلك الحصة الثانية بالسوسيو الثقافي المسيرة جوج، واليوم الحصة الثالثة وقف الشرط والأخيرة بالخزانة الوسائطية عبد العزيز الفشتالي، واليوم اللي كتشمل يعني الفئة ديال المتصرفين والمهندسين. وكذلك نضفنا يعني الناس اللي بغات تزيد، لأن عطات واحد استحسان كبير واستبشار وانعكاس إيجابي لدى الشغلة الجماعية. كيف قلت اليوم تزادت هذا يعني زدنا لكل الفئات، مع الفئة ديال المتصرفين والمهندسين، من الفئة ديال الأطر التقنية والممرضين والمحررين، وكذلك المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين. واليوم كيف شرط هذه الدورات التقنية كيف قلت تعطي واحد الافاده واستعداد لامتحان الكفاءه المهنيه، واليوم كيف اثرها السي رشيد الريبان يعني كيعطي واحد القراءه شامله ومفصله للقانون التنظيمي للجامعه الترابيه 1317، وكذلك المستجدات اللي جا بها هذا القانون، وكذلك تكون واحد الورشه تكوينيه يعني بالموظفين نماذج الامتحانات يعني الكفاءه المهنيه برسم هذه السنه. من هذا المنبر كنشكروا المنابر الاعلاميه اللي كتحضر معنا شوف تي في ولا كاع اللي كتواكب معنا هذه الثوره التكوينيه. كذلك كنشكروا السيد رئيس جامعه بني ملال اللي صراحه تيمد يد المساعده لنا في هذه الدوره التكوينيه، وكذلك ما نساوش رئيس الغرفه الفلاحيه كذلك. ومن هذا المنبر كفرع محلي بجامعه بني ملال الاتحاد المغربي للشغل يتمنى كل التوفيق والنجاح يعني كل الشغيله والجميع ان شاء الله بالنجاح، وتحيه لكم وشكرا. درنا الدورات التكوينيه منظمه الاتحاد المغربي للشغل الدورات التكوينيه، استفدنا منها كاع الامتحان اللي غادي ندوزو وندوز شويه ديال الخبره وتعلمنا بزاف ديال الحوايج. امتحان ان شاء الله بالتوفيق.